وضيف هذه الصبيحة في تقديمه لكم رضوان الحرياتي. صباح الخير رضوان. صباح الخير شهرزاد لك ولكل السادة الكرام، أهلا وسهلا بكم أيها السادة في هذا الفضاء الصباحي والذي نستضيف لكم فيه المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد عبد الرزاق هني. صباح الخير سيد الفاضل. صباح الخير. دائما في إطار عصرنة وتحديث الإدارة الجزائرية وكذلك تقديم خدمة عمومية للمواطن والتسهيل جلب أوراقه الإدارية وخاصة في الحالة المدنية، الجزائر شرعت في تحديث عدة معاملات إدارية مباشرة مع المواطن، منها جواز السفر، كذلك نحن سننتقل إلى بطاقة التعريف، كذلك تسهيل استخراج الأوراق الإدارية كالحالة الحالات المدنية. سيدي الفاضل، نتحدث عن البطاقة الوطنية وبطاقة التعريف الوطنية وهي منتظرة، يعني متى ستعرف النور في الجزائر وكيف سيكون شكلها؟ شكرا. أولا قبل كل شيء أشكر القناة الأولى على هذه الاستضافة. ثانيا لازم تعرفوا بلي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل أن يكون أن كل الخدمة هذه كلها العصرنة هذه كل هذه المرافقية لخدمة المواطن والمواطن فقط. إذن كل برامج هذه إنها لخدمة المواطن ولتقريب الإدارة من المواطن ولتسهيل العمل اليومي للمواطن، لأن المواطن اليوم عنده شغلات أخرى نخفوا عليه من الشغلات الإدارية والشغلات الأوراق اللي استخرجها وهذه. إذن هذا البرنامج تاع عصرنا تاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية كل ينصب في هذا النطاق، ينصب في أداء في إعطاء خدمة عمومية عصرية. إذن السؤال تاعك هو على بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية اللي راهي مشروع كبير، مشروع هام جدا للجزائر، لأنه هو هذا المشروع راح يدير معرج مهم للتطور الحكومة الإلكترونية في الجزائر. هذا البرنامج رانا فيه ورانا عندنا أجندة عندنا نتبعوا فيه مراحل نتبعوا فيها، ورانا في متابعة يوميا من كل إطارات الوزارة والوزير الداخلية شخصيا هو يتابع يوميا في البرنامج، وان شاء الله نكونوا في موعد في جانفي 2016 تكون اول بطاقه وطنيه بطاقه تعريف وطنيه بيومترية. نعم، هل هذه البطاقه سيد هني ستكون محمله شريحة بيس فيها معلومات المواطن أم تكون بطاقة عادية؟ لا، تكون بالمتريا تكون فيها شريحتين، فيها شريحة فيها كل المعلومات الخاصة بالمواطن والمعلومات كل المعلومات الخاصة بالمواطن، البصمات والصورة وكل المعلومات الخاصة به، وكاين شريحة أخرى تكون فيها المعلومات تكون فيها تطبيقات. لأن اليوم حنا درنا فضاء للوزارة للقطاعات الأخرى اللي تقدر دير فيها فضاءات، حنا ديجا عندنا فضاء دير فيه يعود فيه الإمضاء الإلكتروني، التعريف نجم نديرو فيها الملف الصحي والمدرسي كذلك الملف الصحي والمدرسي ولما لا البورتموني الالكترونيك صدر البورتموني الالكتروني يعودوا فيه يديروا فيه فلوس يديروا فلوس ومن بعد يستعملوا الفلوس هذه عده كاين عده تطبيقات ورانا نتصلوا بال كاين اتصال بالقطاعات الاخرى. ربما بطاقه التعريف القادمه ستمنح للطفل الجزائري، يعني يحدد السن 12 سنه. لان يبقى القانون تاع بطاقه التعريف الوطنيه يبقى نفس الشيء، ولكن البطاقه القديمه تروح تبقى بطاقه جديده فيها اولا هي بطاقه التعريف، ولكن ماهيش غير بطاقه التعريف، عندها
مهام اخرى اليوم غدوه بالبطاقه التعريف الوطنيه. تروح اي اداره، تروح لاي اداره تدخل فيها تعطيها بطاقه التعريف الوطنيه، ما تعطيها حتى ورقه اخرى، بطاقه التعريف الوطنيه يعطيك يعطيك اي وثيقه ولا تقدر تدير بها اي شيء. وتقدر تني بطاقه التعريف الوطنيه تكون في المنزل تاعك، دخلها في الميكرو تاعك بها. كاينه جهاز يستعمل لناس تعرف بك بلي انت هو الكترونيا، بلي انت هو اللي راك تخدم صاحبنا، وتقدر دير اي عمليه ولا اي عمل ولا اي خدمه وان شاء الله تكون. هذه كبدايه لازم دوك يعود كاين هذه الوسيله تكون كاينه، القطاعات والشركات تبدا تمنح في خدمات الكترونيه. اليوم ما كاش خدمات الكترونيه، علاش؟ لان ما كاش الوسيله تلحق لها. كنت كاين الوسائل اللي تلحق، كاين الوسائل تبدا الرقم موحد، يبقى رقم موحد. كما بكري الهاتف النقال ما كانش الناس تستعملوا كثير، ما كانش كاين تطبيقات، ما كانش كاين حوايج، ما كانش كاين فيسبوك، ما كانش كعاد كاين الهاتف النقال. اليوم كاين فيسبوك، تويتر، كاين الناس قاعد تتصل عاد شي، لانه الوسيله كاينه. دوك لي موان كوعد كاين لو موان، كاين كاين تطبيقات اللي تجي اللي نعم. سيد عبد الرزاق هني، مدير العام للعصرنة والوثائق والارشيف بوزارة الداخلية، نبقى مع بطاقة التعريف الوطنية. هذه البطاقة عند استخراجها تتطلب ملف او تستخرج اوتوماتيكيا، بما انه الان في الرقمنة موجودة كل شهادات الحالة المدنية للمواطن. المواطن اللي دار يعني اللي دفع دار باسبور، دار بجواز سفر بيومتري، كل المعلومات عندنا. والمواطن اللي ما دارش جواز سفر بيومتري، معلومات ما عندناش، ولكن ما حتى اشكال. جهزنا لان التجهيز هذا اللي راهو يدار تاع جواز سفر بيومتري، وهذا الشيء راهو ثاني خدمه للمستقبل، البطاقه التعريف الوطنيه. لان هذا نفس الجهاز، نفس المحطات اللي رانا نديروا فيها في البلديات، ورانا نديروا فيها في الدوائر في البلديات، نفس الجهاز يستعمل مستقبلا للبطاقه التعريف الوطنيه. المواطن يجي يدخل المعلومات تاعو البيومتريه، ونعطوا له البطاقه التعريف الوطنيه وان شاء الله. وهذا ما هو هذه ليكستونسيون تاع التوسعه تاع البلديات لاخذ المعلومات البيومتريه واخذ المعلومات تاع المواطنين، هي ما هي الا توسعه للمستقبل. بطاقة التعريف يعني بمعنى جمع بنك معلومات في البلدية. اليوم عندنا بنك معلومات ل 6 ملايين و 200 ألف باسبور لجواز سفر. عندنا ديجا البنك، والبنك الله يكبر بشوية ونديروا فيه سكون ابل لوجيست ناسيونال لابوبيلاسيون. سنواصل معك سيد عبد الرزاق هني، المدير العام للعصرنة والوثائق والارشيف بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، بعد الفاصل. نعود لكم صباح مباشرة من القناة الأولى، ونستضيف لكم دائما السيد المدير العام للعصرنة والوثائق والارشيف بوزارة الداخلية عبد الرزاق هني. ارحب بك مجددا سيدي الحضرة. إذا بعد ما انتهينا من بطاقة التعريف الوطنية ننتقل إلى جواز السفر البيومتري. قلت أنه تم استصدار منذ بدء العملية 6 ملايين و 200 جواز سفر، نعم جواز سفر، والعملية متواصلة، وهناك كذلك توسعة عبر البلديات، وكانت بلدية الجزائر الوسطى نموذج. نعم كانت نموذج، اليوم راهي كل بلديات العاصمة راهم نسمح كي يقولوا 44 بلدية، أنا نقول باللي 57 بلدية العاصمة كلها المختبرات كلها فيها توسعة، لأن كاين 44 بلدية اللي درناها، وكاين 13 مقاطعة إدارية اللي كانت ديجا فيها. إذا درنا 13 زائد 44 نلقى 57. إذا كل البلديات
كل البلديات اللي ما درناش في البلديه مقر الدائره ما درناهاش ولكن راح نديروها. ولكن اذا حسبنا 13 مقاطعه اداريه زائد 44 بلديه نلقاو 57 بلديه، لان كل جزائر العاصمه راهي مغطيه في 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 في, في, في جواز في جواز السفر البيومتري. اذا هذه العمليه هي اولا هي لتقريب الاداره من المواطن، ان المواطنين كانوا يجوا معنا طيار الى دار البيضاء، ولا يجوا يروحوا من سحاوله الى بالمدرسه، وهذا كل شيء وهذا الشيء كان يتعب كثير الشعب المواطنين، وثاني كان اكتظاظ كبير في الاقتصاد. اذا في هذه التوسعه اولا ريبارتيسيون تاع لو فلو على البلديات، اذا كي تروح بلديه ما تلقاش خشي بزاف تلقى شويه اولا، لا بريونشارج تكون مليحه للمواطن. ثانيا اذا لان عندنا مركز اللي يقدر يستخرج الى حتى 25 الف جو السفر يوميا. اذا لي دوموند اذا طلبت ما لحقتش يعود يخدم 10000 20000 12000 وما يكونش رنطابل. اذا هذا ما حددته سيد هني انه شهر نوفمبر ستكون يعني نهايه التدافع على جواز السفر، يعني ماهيش نهايه تعملوا في اريحيه اكثر نكونوا في اريحيه اكثر، ولكن ماهيش ممكن نكملوا لان هذه نوفمبر 24 نوفمبر هي 2015 هي الوقت اللي تحدته المنظمة العالمية باش تقول بأن الجواز العادي ما عادش مقبول. إذا تسأل المواطن واش مسافر باش حقاش ما ينجم يديروا من بعد. حنا ما نحبسوا في جانفي فيفري 2017 2018 غنبقاو ديما نمدوا جواز سفر بيومتري في أي وقت المواطن أي وقت يحب يجي يطلب جواز سفر بيومتري يديه في أي وقت. منها حتى 2015 2016 2017 يبقى المواطن لما يجي يدي سوى السفر بيومتري يديه. اذا حنايا قلنا ان كاين مواطنين يسافروا هما لازمهم جواز السفر البيومتري يكون قبل يكون بعد 24 نوفمبر 2015 ما عادش الباسبور العادي ما عادش داير كل الباسبورات كل جواز السفر نعم. العاديه في 24 نوفمبر تنتهي صلاحيتهم. اذا لازم يعاود وحنا ان شاء الله نكونوا في الموعد ان شاء الله، لان اليوم على حسب ما نشوفوا حسب ما درنا احصائيات حول جواز السفر اللي راهي ما تعاودتش ان شاء الله نكونوا في الموعد. نعم سيد هني، متى ستعمم العمليه على باقي بلديات الوطن؟ إذا هذه العملية بدأت في الجزائر كلها في الولاية الجزائرية النموذجية، ورانا نشوفوا في تصليحاتها، ولكن من الأسبوع هذا إن شاء الله نبداو في وهران إن شاء الله. وهران يوجدوا في البلديات ويوجدوا في المقاطعات إلى السيكتور الريبان، وهران كاين السيكتور الريبان يوجدوا في وحم، كذلك قسنطينة، كذلك عنابة، كذلك سطيف، العباس وتمسان راهم يوجدوا في روحهم. يعني الاكثر كثافه في الاكثر كثافه، ولكن الاولويه هي وهران وقسنطينة، لان وهران بلديه وحده عندها تقريب كل وهران بلديه واحده، ولا فيها دائرتين وبلديتين، كل وهران عاصمه الولايه. العمليه عن طريق البلديه في كم ستتم يعني استخراج جواز السفر؟ كم يدوم يعني المواطن تحصل عليه؟ والله في 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 النموذجيه لانه العمليه كانت هناك يعني بعض الولايات يعني تاخرت على المواطنين في مدحهم جواز السفر. لا اليوم ان شاء الله الحمد لله اليوم جواز السفر البيومتري هو في الجزائر العاصمه اقصى حد اسبوع، وفي الولايات الدولية داخل الوطن ما تفوتش 10 ايام، لان قضيه مش قضيه وقت ولا هذا، لانها كاين البعد، وان جواز السفر
لما يجينا الملف يجي الكترونيا، ما يجيش ملف يجي الكترونيا، وكيولي لازم يولي جوا السفر فيزيك، يولي دونك كاين دي بروسيدور، كاين دي بروسيدور كي سون مستعملين، كاين الناس يجيو يدو سوا السفر، وهذا ملي يجوا لازم الطريق ويحكموا الطياره ويحكموا. اذا هل يبقى مقتصر في العاصمه سيد هاني، ام ستكون هناك مراكز بيومتريه في كاين كما تعرف لا مركزيه لا لا كاين هو تعرفوا لان مركز كمركز تاع الصوره هو مركز مهم كثير و تستعمل باموال كبيره، لان التكنولوجيا اليوم غاليه كثير. اذا عندنا مركز في المركز في الغواط، هو مركز سكور مركز في الغواط، ونستعملوه ان شاء الله ونستعملوه للاستخراج البطاقه التعريف الوطنيه واستخراج جواز السفر. اذا يعود كاين مركزين، مركز في الجزائر العاصمه ومركز في الغواط. سيد هني، ننتقل الى رخصه السياقه، هي خلاص تعرف كذلك نقله نوعيه من خلال انها ستصبح بطاقه بيومتريه، وكذلك البطاقه الرماديه. سنتحدث عن جواز النقل، رخصه السياقه اولا قبل كل شيء خلاص حاليا من هذا الاسبوع هذا وزير الداخليه والجامعه المحليه قد قرر ان المواطن ما عادش يستنى شهاده الكفاءه، لان تعرف المواطن بكري لما يدفع التجديد بطاقه السياقه ويعود ما ربحش البرمي تاعو في الولايه اللي دفع فيها، لازم يستنى انها شهاده الكفاءه تجي من الولايه اللي جا فيها الاصليه. اليوم هذه تحت وان درنا جهاز اللي يسمح للولايه المهابي اللي باش تدير شهاده الكفاءه باش تدير السياقه انها هي تدخل في جهاز وتعرف وتخرج وحدها هذه شهاده الكفاءه، ان المواطن ما عادش يستنى شهور باش تجي شهاده الكفاءه، يدي الثقه تاعو انيا. هل تم تحديد شكل اذا درك هذا رخصة السياقه، البيومتريه الالكترونيه راهي قيد الدراسه، وان شاء الله في هذه ان شاء الله في 2016 في السلسله الاولى تاع 2016 ان شاء الله تكون جاهزه. نعم، شكلها كما عندنا شكل البطاقه التعريف الوطنيه كالكترونيه، وفيها معلومات، لان الالكترونيه فيها شريحه وفيها معلومات بور لي بوان، وفيها معلومات وفيها الدخل، فيها معلومات التنقيط، وفيها معلومات على المخالفات، وفيها كل معلومات. نعم، بالنسبه للبطاقه الرماديه سيد عبد الرزاق هني، الاداره قالت انه يجب ان تكون تسليمها فوري وتخلي عن وصل الايداع. متى ستسلم البطاقه الرماديه فوريا للمواطن؟ والله البطاقه الرماديه الان راهي تسلم فوريا، لان بطاقه بنسبه يعني في الوطن بنسبه احنا نكسب 100%، لان اللي عنده المركبه في نفس الولايه هذيك ما فيها حتى اشكال من بكري. اللي عنده مركبه جابها من ولايه اخرى كاين لافيش دو كونفيرماسيون، هذيك لافيش دو كونفيرماسيون اليوم اللي تخرج انيا درنا بطاقيه وطنيه تاع كل المركبات الجزائريه، حكمنا كل بطاقية تاع كل ولاية والولايات جمعناها ودرنا بطاقية واحدة وطنية، والولاية ولا الدائرة عندهم وسيلة ليتصلوا يدخلوا البطاقية هذه ويستخرجوا كما التصيب، يستخرجوا شهادة لا فيش دو كونفيرماسيون هذه تأكيد. نعم، يخرجوها وثم يعني اني يخرجوها. اذا ما عندهم حتى عذر باش يستناو الا اذا مركبه ما لقاوهاش في البطاقيه. نعم،
ولا مركبه فيها اشكال، هذه سي اكسبسيون. يقول لك حسن حتى ندير تحريات، بحث تحريات، لان كاين مراكب فيها مشاكل. ولكن المراكب سيارات والمراكب كل اللي عندهم حتى مشكل يديو البطاقه الرماديه انيا في الوقت. نعم سيد هني، بالنسبه لبطاقه التعريف الوطنيه، عندما يصبح الرقم موحد للمواطن عند اقتنائه سياره، هل سيصبح لديه ترقيم واحد، يعني ما يعودش يتعاود ترقيم السياره؟ هذه حوايج كاين دي شو ديفيرنت. اذا تكلم على الرقم الوطني، رقم تعريف وطني، نيميرو دو ديفونس ناسيونال، هذا رقم، هذا يكون في بطاقة تعريف وطنية ويكون في كل الوثائق المواطن، لأنه يكون في بطاقة تعريف وطنية، يكون في جواز السفر، يكون في أي بطاقة على مستوى أي إدارة، لازم تكون على مستوى. واليوم رانا نعموا فيه، وزارة الصحة رايت انا نتصل باش يعموه، نعطوه في وزاره الماليه، وزاره كلهم رانا باتصال، رانا نعمو ان كل مواطن شاك في شيء، كل بطاقيه يكون حذاها، يكون كل اسم يكون حذاه رقم التعريف تاعو الان. لكن لل بطاقة الرمادية رقم سيارة، مش رقم السيارة، ماهوش رقم التعريف، رقم تعريف السيارة، مش رقم تعريف الشخص. إذا هذه ستين فيرا ديفيرونس، رقم تعريف السيارة اليوم راهو تقدر تعرفوه، رقم اللي ما تقدرش تعرفوها. إذا إن شاء الله في المستقبل إن شاء الله يكون، إذا كان فيها تقييم جديد، يكون تقييم جديد، وتكون هنا بطاقة جديدة. ان شاء الله هذا في المستقبل. البطاقه الرماديه ستكون بيومترية الاخرى ان شاء الله. المشروع ان شاء الله صح، مازال ما بداش. بالنسبه الى بطاقه الناخب او الانتخاب، والله بطاقه الناخب، بطاقه التعريف الوطنيه تكون فيها بوسيبيتي، باش نديروا فيها تعتبر بطاقه الناخب. ولكن بطاقة الناخب اليوم، يعني في التطبيقات تصبح بطاقة الناخب، يعني التطبيقات تعود هي نفس بطاقة التعريف الوطنية، تكون بصير بطاقة الناخب، نقدر نديرها. إذا في هذه في بطاقة التعريف الوطنية نقدر نديروا فيها أي، بمعنى سيتم الاستغناء عن البطاقة العادية للانتخابات؟ الآن مازال سي با انكور بريونسار، مي ولكن نقدروا نديروها كمشروع نقدروا نديروها كمشروع. ولكن الآن هذا كاين قرارات تقرر ومن بعد تنفذ، في التنفيذ نقدروا ننفذ. إذا متنوع القرار اسكو نديروه ولا ماشي، نعم إن شاء الله تكون إن شاء الله. إذا سيد عبد الرزاق هني، حقيقة الإدارة الجزائرية عرفت ثورة من خلال هذه الإجراءات التي سهلت على المواطن اقتناء أوراقه الإدارية، خاصة من الحالة المدنية. في الحالة المدنية هل هناك إجراءات جديدة؟ والله الحالة المدنية تطورت كثير، مشينا مليح، وعاد المواطن يستخرج أي وثيقة في أي بلدية ولا أو أي أنكس ملحقة. اي ملحقة في اي بلدية. ولكن اليوم مشينا اكثر، انا الامر بمعالي وزير الداخلية انه المواطن ما عادش يدفع في الملف هذه الوثائق، لانها اليوم هذا كل ادارة تاع الوزارة الداخلية مربوطة بسجل الحالة المدنية. ورانا نربطوا كل الوزارات اللي تطلب في الملفات، نربطوا فيها الحالة المدنية. ربطنا وزارة التربية اليوم في وزارة في الديسيات وفي الثانويات، ما عادش يطلبوا يدوها ديريكتومون. الجامعات، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرتبطة، كل الجامعات مرتبطة بالسجل. وزارة التكوين المهنيا مربوطة. إذن ورانا رايحين نربطوا كل الوزارات اللي تطلب هذه الوثائق، نربطوها بالسجل الوطني للحالة المدنية، ويستخرجوا وحدهم
وسخ شو والله بك يفيريفي ويكونفيرم بك يكونفيرم ما عادش ما عادش حق ما عادش يطلبوا يطلب المواطن يطلبوا له يجيب هذا يعني المواطن يعطيه الاسم وهو يعطيه يكتب له يقول له انا اسمي فلان بلدان عندي باب اسمه فلان وفلان خلاص هو يروح يشوف في يشوف يشوف الريجيستر في الريجيستر يشوف هل هذا كونفيرم كونفيرم خلاص علاش حوس عليه ممكن المواطن يخاف سيد هني يقول انه ما دام دخلنا للعصرنا ربما تنقطع الانترنت او تنقطع هذه الاجهزه ربما فيها مخاطره بالملفات الاداريه هل هناك اجراءات لحمايه بنك المعلومات لديكم اول مش انترنت هو ستان اندرانات شبكة داخلية لوزارة الداخلية الجامعة المحلية وأن مديرية عامة اللي مكلفة بالشبكة هي مديرية عامة للوسائل للديجيتيان للديجيتيان الناسيونال هي مكلفة بهذه الشبكة شبكة مؤمنة شبكة داخلية لوزارة الداخلية ومؤمنة وإن شاء الله كاين حتى ولو كاين مواطنين يدخلوا بالإنترنت كاين أجهزة تاع أجهزة التأمين وكاين يعود فيها وكاين داتا سنتر كي داتا سنتر كي باتوميون بلاس هذا في قاعدة مهمة وفيه تأمين كبير إن شاء الله ما يكون عندنا مشكلة. نعم سؤال أخير سيد هني بالنسبة أنتم كذلك مدير العصرنة الوثائق والأرشيف هناك بعض الأوراق الإدارية التي يستخرجها المواطن وورقة واحدة تنجر عنها ملف مثلا شهادة المطابقة ولا بالنسبة للسكن شهادة الاعتمادات أو الرخص الفنادق وكذلك المقاهي المواطن من أجل أن يطلب ورقة يكون له ملف هل هناك تنسيق مع وزارة السكن في المدينة؟ جدنا مشكلة نقول لكم بيها قلت لنا وخير تنسيق لأن لما يطلب ورقة ما عادش يطلبوا له أي ملف أي ملف بيخص الحالة المدنية ما عادش يطلبوا أي ملف لأن كل أوراق كل الأوراق يقدر يتحقق منها آليا وبارتباطه بالسجل الوطني للحالة المدنية لازم احنا عندنا المواطن رخص البناء اي ملف اي ملف اللي يطلب ورقه من حاله من الحاله المدنيه ما عادش يطلبها وعنده مربوط اليوم رانا في اتصال رانا نخدم مع وزاره السكن ربطها بالسجل ووزاره التجاره ووزاره العمل وكذلك وزاره السوليداريتي وزاره التضامن سيد عبد الرزاق هني المدير العام للعصرنة والوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية والجمعيات المحلية شكرا جزيلا على تلبية الدعوة وموفقين في مهامكم كما أشكركم يا سادة الكرام على حسن المتابعة شكرا للزملاء من خلف الكونسولات وكذلك زملاء إذاعة النات لمتابعة هذا اللقاء بصوت وصورة زوروا موقعنا www.radioalgerie.dz